النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. فهمي يترشح على منصب النائب وزاهر لأمانة الصندوق. حماد وحيد يرفض تصرفات اللجنة الأولمبية. والأهلي يواصل تدريباته استعدادا لموقعة النجم الساحلي. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. قدم مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي لكره القدم الاسبق كاف اوراق ترشحه بشكل رسمي على منصب نائب رئيس النادي الاهلي. وتواجد فهمي في النادي الاهلي اليوم الخميس وقدم اوراقه بشكل رسمي، وتقدم كامل زاهر امين صندوق نادي الاهلي باوراقه لترشحه في انتخابات النادي المقبله على منصب امين الصندوق. وقام كامل زاهر بتفويض طارق الأعصر مدير الشؤون القانونية بالنادي الأهلي ليقدم أوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق. وتقدم أيضا أحمد خليل إبراهيم على منصب عضوية مجلس الإدارة، حيث تقدم بأوراق ترشحه اليوم. عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استياءه من تصرفات اللجنة الأولمبية بعد أن اعترض المحكم والذي اختارته اللجنة الأولمبية على المحكم المرجح، وهو ما يعد تشكيكا في هيئة قضائية كمجلس الدولة. وأضاف وحيد أن اللجنة الأولمبية قامت في البداية باختيار أحد المحكمين من القائمة المعتمدة من مركز التسوية، وبعد اكتمال نصاب الهيئة اعترضت اللجنة الأولمبية على الهيئة وطالبت بأن يستبدل المحكم المرجح بمحكم آخر بهدف إهدار الوقت وتفويت الفرصة على الأهلي وإجباره على خوض الانتخابات المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية. وأشار وحيد إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لا يصح أن يكون هو نفسه رئيس مركز التسوية والتحكيم، وكان يجب أن ينأى بنفسه عن هذا المنصب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة إفريقيا بين العملاق النادي الأهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعبه مختار التكسي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل في إياب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا. ويبحث الأهلي عن الفوز في مباراة الأحد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والاقتراب من اللقب التاسع في تاريخ النادي. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير اهلا بك، صف لنا الميران حاليا. اهلا بك يا فيروز واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده مران اخر بالنسبه للنادي الاهلي في اطار استعداد للمباراه المرتقبه والهامه جدا امام فريق النجم الساحلي في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا.
لكن خليني اقول لك ان المران النهارده ابتدى متاخر شويه، بالتحديد في تمام الساعه 5:30 مساء. ده بسبب ان كان في النهارده محاضره، ويمكن كانت محاضره مطوله شويه من كابتن حسام البدري للاعبين، موضح ان هو كان اكيد بيشرح فيها الفكر التكتيكي اللي عايز يبتدي بيه هذه المباراه الهامه جدا امام فريق النجم الساحلي. بالتالي بعد المحاضره مباشره ابتدى مران النادي الاهلي. المران كالعاده اكيد كان في جوانب بدنيه، لكن خليني اقول لك ان الغالب عن المران النهارده هو الجوانب التكتيكيه، وده اللي واضح حتى الان خلال سير المران، ان في جوانب تكتيكيه عديده بيركز عليها الكابتن حسام البدري قبل هذه المباراه. لكن بشكل عام كل الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه لاجهزه النادي الاهلي المتحيد والجاهزين ان شاء الله للمشاركه في مباراه النجم الساحلي. لكن خليني اقول لك اللي بيجيب عن مران النادي الاهلي النهارده هو اكرم توفيق، بسبب كدمه في الظهر تعرض لها امبارح مع نهايه مران الفريق، وبالتالي هو ما قدرش ان هو يشارك في تدريبات النهارده، لكن من الارجح ان هو يشارك ان شاء الله في تدريبات بكره او بعده بكثير جدا. النهارده ايضا بيعود احمد عادل عبد المنعم للمشاركه في التدريبات بعد غيابه اليومين طبعا اللي فاتوا بسبب نزله البرد كانت قويه شويه بالنسبه لاحمد عادل عبد المنعم. النهارده بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، وجاهز طبعا ان هو يكون متواجد او متاح بالنسبه للجهاز الفني. لكن كل الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للاعبين، سواء من ناحيه الجاهزيه الفنيه او البدنيه. طيب امير، في استعداد كبير. اتفضلي. نعم. طيب امير، طمنا عن حاله اللاعبين العايدين من الاصابه، وليد سليمان، عبد الله السعيد، وهشام محمد. طبعا وليد سليمان وعبد الله السعيد بالتحديد اليوم الثالث على التوالي بيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا، امبارح واول شاركوا بشكل طبيعي جدا، واضح ان هم خلاص شوفوا تماما من الاصابه اللي كانت او اللي كانوا بيتعرضوا ليها خلال الفتره السابقه، بالتالي هم خلاص اصبحوا جاهزين للمشاركه في المباراه، واكيد هم هتكون عناصر اساسيه بشكل كبير بالنسبه لكابتن حسام البدري، واكيد على حسب رؤيته الفنيه بالنسبه للمباراه دي. لكن بالنسبه لهشام محمد، لسه هشام محمد بيواصل تدريباته، لسه في كبيره على ايده بسبب الكسر اللي كان تعرض له بكف ايده، فبالتالي لسه مش عارفين الكبيره هتتشال امتى، لكن بيتم تجهيزه من الناحيه البدنيه تحسبا لاحتياجه في ظل طبعا غياب كل من حسام عاشور واحمد فتحي لاسباب مختلفه. حسام عاشور زي ما احنا عارفين بسبب الاصابه النهارده ايضا مش موجود، احمد فتحي هيغيب عن المباراه بسبب الايقاف، فبالتالي ممكن اللجوء لهشام محمد، وده هيبقى على حسب جاهزيته الطبيه. هو بدنيا جاهز بشكل كبير للمباراه، لكن هي الناحيه الطبيه بس، وقرار دكتور خالد محمود بالاشتراك مع كابتن حسام البدري في صلاحيه مشاركه طبعا هذا اللاعب من عدمه. لكن غير كده طبعا كل لاعبي النادي الاهلي بيشاركوا، او القائمه الافريقيه بالتحديد 25 لاعب متواجدين بالنسبه للنادي الاهلي بيشاركوا بشكل كبير في التدريبات. خليني ايضا اطمن كل جمهور النادي الاهلي على مروان محسن. مروان محسن خلاص حالته بقت مطمئنه جدا جدا لعودته سريعا ان شاء الله بالنسبه للمباريات مع النادي الاهلي، او بالتحديد في البدايه في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. هيسافر يوم 22 من الشهر الجاري ان شاء الله لالمانيا عشان يكون في فحوصات طبيه اخيره على ركبه مروان محسن، بعديها هيعود مباشره ان شاء الله للمشاركه في التدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله كل اللاعبين فيروز جاهزين بشكل كبير جدا ان شاء الله ان هم يعدوا هذه العقبه ويوصلوا للدور النهائي لتحقيق هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لكل جمهور الاهلي. باذن الله. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. بالعوده للاخبار من جديد، اكد احمد ايوب المدرب العام لفريق الاهلي ان الفريق جاهز لخوض لقاء النجم الساحلي التونسي يوم الاحد المقبل في دوري ابطال افريقيا. وقال ايوب في تصريحات للنشره الرياضيه أن فريقه يعمل ألف حساب للنجم الساحلي، ولكنه قادر على تعويض الخسارة في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، ويسعى للفوز على النجم بنتيجة جيدة والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال. وأشار إلى أن الفريق جاهز لإيقاف خطورة الظهير الأيمن حمدي نجاز، خاصة أنه أحد أبرز أوراق النجم الساحلي. أكد لواء شيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الأهلي أنه سيتم توفير كل التسهيلات لبعثة النجم الساحلي التونسي قبل لقاء الفريقين مساء الأحد المقبل في إياب دور الأربعة بدوري أبطال أفريقيا. وأوضح شمس أن جماهير النجم الساحلي ستحضر المباراة
بجواز السفر مثل ما حدث في لقاء الذهاب بالنسبة لجماهير الأهلي في ملعب سوسة. وأكد شمس أن النادي طلب اللعب على استاد القاهرة، ولكن الموافقات الأمنية لم تصل رغم موافقة مسؤولي الاستاد على استضافة مباريات الفريق. الحديد قطارين لنقل مشجعي النادي الأهلي إلى برج العرب يوم الأحد المقبل لحضور مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الأربعة بدوري أبطال أفريقيا. وقررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة والعكس لنقل مشجعي كرة القدم لحضور المباراة والتي تجمع بين فريقي الأهلي والنجم الساحلي. وقال سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد أن سعر التذكرة ستكون موحدة بمبلغ 30 جنيه، كما قررت الهيئة تشغيل قطار في رحلة الذهاب من القاهرة في تمام الساعة 7:15 صباحا، وقطار في رحلة العودة من برج العرب الجديدة. تتوجه بعثة النجم الساحلي اليوم الخميس لمدينة الإسكندرية استعدادا للقائه المرتقب أمام الأهلي يوم الأحد في ملعب الجيش ببرج العرب بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وتنطلق بعثة النجم من مطار الفيضة على متن طائرة خاصة على أن تكون العودة لتونس مباشرة بعد المباراة. يشارك بالرحلة 22 لاعب ويغيب اللاعب البرازيلي دياغو فارياس للإيقاف. سلطت وسائل الإعلام التونسية الضوء على المباراة المرتقبة والتي تجمع بين فريقي الأهلي والنجم الساحلي التونسي والمحدد لها 7:00 مساء الأحد المقبل بملعب برج العرب في إياب الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. البداية مع جريدة الصحافة والتي تحدثت أن الكرات الثابتة والتسديدات بعيدة المدى سيكونا سلاح النجم الساحلي من أجل هز شباك الأهلي في مباراة الأحد، لا سيما أن الحارس شريف إكرامي يعاني من ضعف في التعامل مع التسديدات القوية على حد قول الصحيفة. وقالت صحيفة الشروق أن الحذر سيكون شعار النجم الساحلي أمام الأهلي، مشيرة إلى أن الفريق التونسي سيخوض مباراة الأحد بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، مشيرة إلى صعوبة مهمة النجم. إلى متابعة أخبار اتحاد الكرة، حيث يعقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا يوم 28 أكتوبر الجاري لمناقشة بعض الملفات الهامة أبرزها مطالبة البعض بإجراء انتخابات جديدة للاتحاد. ويناقش مسؤولو اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي والذي تقرر أن يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين والمقرر إقامتها في يناير المقبل في المغرب.
قدم حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الخميس أوراق ترشحه لعضوية اللجنة الأولمبية المصرية ممثلا للجبلية في الانتخابات المقبلة للجنة الأولمبية. ومن المقرر أن يكون حازم إمام ممثلا للجبلية في الانتخابات المقبلة خاصة باللجنة الأولمبية. إلى أخبار الأندية الأخرى، حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه طنطا دون أهداف اليوم الخميس في ملعب جهاز الرياضة العسكري في افتتاح الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة القدم. ورفع طلائع رصيده لسبع نقاط في المركز العاشر بقيادة مديره الفني أحمد سامي، بينما ارتفع رصيد طنطا بقيادة مديره الفني خالد عيد لسبع نقاط في المركز الثامن. وتعادل فريق النصر مع ضيفه الأسيوطي سبورت بهدفين لكل منهما باستاد القاهرة في الجولة ذاتها. أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمة تضم 20 لاعب لخوض لقاء الداخلية غدا الجمعة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري. وشهدت القائمة عودة حسني عبد ربه قائد الفريق والذي غاب عن اللقاء السابق، بجانب دخول إسلام عبد النعيم صانع الألعاب لأول مرة في هذا الموسم. وحقق الإسماعيلي الفوز في آخر لقاءاته ضد الإنتاج الحربي بالدوري. إلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأول لكرة اليد الرجال بنادي الأهلي إقامة محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء اليوم في فندق الإقامة استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 30 أكتوبر الجاري في مدينة الحمامات التونسية. ويستعرض الجهاز الفني لقطات فيديو خاصة بالفرق التي تشارك في البطولة لمنح اللاعبين معلومات عن جميع المنافسين بالبطولة قبل انطلاقها. وقام الجهاز بتجميع لقطات ومباريات فيديو خاصة بالأندية المشاركة في البطولة، سواء مشاركتها الأخيرة في بطولات أفريقيا أو البطولات المحلية. يحضر عاصم حماد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي اليوم الاجتماع الفني الخاص ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري. ويحضر حماد المران برفقة مدربي الفرق المشاركة في البطولة للاطلاع على الشروط الخاصة بالاتحاد.
أثنى نجيب التهامي عضو اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بمدينة الحمامات التونسية بشدة على مشاركة نادي الأهلي في البطولة والمقامة خلال الفترة من 19 ل 30 أكتوبر الجاري، موضحا أن النادي الأهلي فريق كبير وصاحب تاريخ عريض في بطولات القارة السمراء. وأوضح التهامي أن عاصم حماد المدير الفني للنادي الأهلي شخصية فريدة تجمع بين التفوق التدريبي والخلق الرفيع، لافتا إلى أنه تجمعه علاقة طيبة به منذ عمله لفترة في نادي الحمامات التونسي. عبر محمد الطيار حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتواجده في قائمة الفريق والتي تخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. وأوضح الطيار أن الثقة التي وضعها عاصم حماد المدير الفني به تحمله مسؤولية كبيرة أن يجتهد ويقاتل من أجل إثبات أنه يستحق هذه الثقة بالتواجد تحت قيادات ومع مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا. لاعبو الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي بجولة حرة في مدينة الحمامات التونسية قبل مشاركة الفريق في منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تقام خلال الفترة من 19 ل 30 أكتوبر الجاري. وسمح الجهاز الفني للاعبين بالخروج في جولة حرة لمدة ساعتين للترويح عن الجميع في ظل الاستعدادات القوية والتي يخوضها الفريق للمشاركة في البطولة. ويسعى الفريق للمنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة، حيث يحمل الفريق لقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت في بوركينا فاسو. يقيم جهاز التنس بالأهلي ندوة في 7 مساء يوم الخميس بقاعة فكري أبو ظبي مقر نادي الأهلي بالجزيرة، ويدعو جهاز التنس أعضاء النادي وأولياء الأمور واللاعبين لحضور الندوة. وتناقش الندوة العديد من الموضوعات المهمة والتي تلامس جوانب عمليات التدريب ومدى ما تساهم التغذية به في الارتقاء بمستويات لاعبي التنس. أكد أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أن الفريق بدأ الاستعداد لبطولة الجمهورية للفردي للمراحل السنية رجال وسيدات 21 سنة شباب وتحت 18 سنة رجال وسيدات، والمقرر أن تستضيفها صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 5 من نوفمبر المقبل. وأضاف عبد الفتاح: انتهينا مؤخرا من المشاركة في بطولة الجمهورية لليوم الواحد وكانت نتائج الأهلي بها جيدة، رغم أن إقامة كل مرحلة سنية في يوم واحد يعد إرهاقا على اللاعبين. فاصل قصير ونعود من جديد.
إلى جولة في الملاعب العالمية، حيث وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قائمة من 8 لاعبين لتتويج أحدهم بجائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا. وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ماليبور السلوفيني بنتيجة 7-0، حيث سجل هدفين وصنع ثالثا وصنع 4 فرص أخرى لزملائه. وفتح اليويفا تصويت للجماهير لاختيار اللاعب الأفضل في الجولة، حيث ينافسه كل من ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد البلجيكي، أيضا إيدين هازارد مهاجم تشيلسي وجينيك توسون لاعب موناكو وكوينسي برومس لاعب سبارتاك موسكو. تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي ب 24 لقاء، ويحل أرسنال الإنجليزي ضيفا على النجم الأحمر الصربي ضمن مباريات المجموعة الثامنة، حيث يسعى النني ورفاقه إلى إحكام السيطرة على المجموعة من خلال تحقيق الانتصار الثالث على التوالي. ويقود أحمد حسن كوكا فريقه سبورتينغ براغا البرتغالي في مواجهة لودوغريتس البلغاري ضمن مباريات المجموعة الثالثة للبطولة. يستعد الدولي الويلزي جارث بيل لاعب ريال مدريد الأسباني للعودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي بعد 5 مواسم قضاها في الدوري الأسباني مع النادي الملكي. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بيل قد يعود إلى ناديه السابق توتنهام، حيث لعب في هذا الفريق في الفترة من 2007 وحتى 2013 قبل أن يرحل إلى ريال مدريد. وكان جارث بيل قد تعرض للإصابة رقم 17 في مسيرته مع ريال مدريد، وذلك خلال مباراة الفريق الملكي أمام بوروسيا دورتموند والذي انتهت بفوز الفريق الملكي أواخر الشهر الماضي. يسعى برشلونة الأسبانية إلى ضم الدولي الفرنسي أنطونيو مارتيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض إصابة مواطنه عثمان دانتلي المصاب. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن مسؤولين من برشلونة حضروا إلى ملعب أولد ترافورد لمشاهدة مارتيال والذي شارك في الربع ساعة الأخيرة من مباراة فريقه أمام بنفيكا البرتغالي أمس. وانضم مارتيال إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو في صفقة كلفت مانشستر يونايتد مبلغ 58 مليون جنيه استرليني. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي المئة في البطولة الأوروبية، وذلك بعد تسجيله هدفا في شباك أولمبياكوس اليوناني أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري أبطال أوروبا. وسجل ميسي هدفه رقم 100 في شباك أولمبياكوس ليصبح على بعد 13 هدف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد والهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل ميسي 97 هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا وثلاثة أهداف في بطولة السوبر الأوروبي. اعترف مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينغ أن الإصابات الأخيرة والتي أبعدته عن الملاعب لمدة قاربة العام نالت منه كثيرا على المستوى النفسي. وقال بواتينغ في تصريحات صحفية أن فترة إصابته الأخيرة كانت الأصعب له في مسيرته، مؤكدا أن إدارة بايرن ميونخ
اتخذت القرار الصحيح بإبعاد المدرب السابق للفريق كارلو أنشيلوتي، وقال مع أنشيلوتي لم تكن الأمور تسير بشكل صحيح، لذلك كان على المسؤولين أن يقوموا برد فعل مناسب. أعلن اتحاد كرة القدم الجزائري تعيين رابح ماجر مديرا فنيا للمنتخب خلفا للإسباني لوكاس الكاراز. يأتي ذلك القرار بعد تدين منتخب الجزائر ترتيب مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد نقطة واحدة فقط من 5 مباريات. كان ماجر قد تولى مهمة تدريب منتخب الجزائر من قبل، وتمت إقالته في عام 2002 بعد أن ودع المنتخب بطولة أمم أفريقيا مبكرا. تسود حالة من الترقب في الأوساط الكروية المغربية، وذلك عقب إصابة قائد المنتخب ولاعب يوفنتوس الإيطالي مهدي بن عطية، والذي أصيب خلال مباراة ناديه أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا. وخرج بن عطية من المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة في الكحل، وينتظر الجمهور المغربي التعرف على المدة التي سيغيب فيها بن عطية، ويأمل جمهور منتخب أسود الأطلس ألا تطول مدة الغياب ليتمكن اللاعب من المشاركة في مباراة كوت ديفوار يوم 11 نوفمبر المقبل. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من جريدة الجمهورية، لقب الأفريقي التاسع والمونديال حلم الأهلوية. من المساء البدري يخشى الإصابات قبل مواجهة النجم. ومن الوفد البدري يحذر لاعبي الأهلي من ثلاثي النجم المرعب. من المصري اليوم، الأهلي يرصد 50,000 جنيه لكل لاعب حال التأهل لنهائي الأفريقي. ومن الوطن سبورت، مروان يجهز أوراق السفر إلى ألمانيا. من الشروق، متعب يعود لقائمة الأهلي أمام النجم، وعاشور يغيب لنهاية دوري الأبطال. ومن الوابا نيوز، الأهلي يدخل معسكر مغلق في برج العرب استعدادا للنجم الساحلي. من الفريق الأهلي، الأمن يحدد عودتنا لاستاد القاهرة وطلبات النجم الساحلي أوامر. ومن فيتو البدري يفاضل بين هشام محمد وربيعة أمام النجم الساحلي. ومن يورو سبورت عربية، الأهلي يؤكد جاهزيته لمواجهة النجم. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي. دمتم في أمان الله.